خلينا نروح نهني كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات النادي الاهلي. يا كابتن علي الف مبروك. بارك فيك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك ربنا يخليك. يعني بدايه جيده، اعتقد ان هي بدايه جيده جدا في ظل ان احنا عندنا كورونا وعندنا حاجات كتيره جدا، ولكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي بيفوز او بيحاول وبيجتهد ان هو يفوز بكل البطولات. طبعا يا كابتن اسلام، بطوله مهمه كنا محتاجينها في اول الموسم، بتدينا دفعه ناحيه الدوري المرتبط اللي كمان 3 4 ايام مفيش وقت يعني. طيب. بطوله بتخلي معنويات مرتفعه، و باذن الله مستنيين البطوله الثانيه دوري مرتبط باذن الله. البطولات القادمه دايما النادي الاهلي زي ما الكابتن خطيب كان بيتكلم دلوقتي في تكريم رجال السله، ان البطولات خلاص، البطوله اللي انت خدتها بتنتهي، كيف يفكر علي هاشم فيما هو قادم؟ خلاص هي البطوله واتقفلت يعني، بكره الساعه 7 خلاص هننزل التمرين، فالبطوله وخلصت خلاص زي ما كابتن خطيب بيقول وكابتن رؤوف عبد القادر، البطوله اتحطت في الدولاب، خلاص ننسى ونشتغل على الجديد باذن الله. ايه اللي هيحصل يا كابتن؟ بمعنى ان انت عندك بعد ما خدت بطوله منطقه القاهره، عندك بعد كده دوري المرتبط، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ عندنا بطوله دوري مرتبط وكاس مصر ان شاء الله، وبعد كده دوري السوبر باذن الله. كاس مصر وبعد كده ايه؟ دوري السوبر. دوري السوبر ده اللي هو بيبقى فيه كل الفرق الكبيره طبعا. بالظبط كده بالظبط. يعني هو ده الاساس. نفس الكلام برضه في دوري المرتبط. ونفس الكلام في دوري المرتبط، المباراه القادمه عندنا مين؟ عندنا بداية الدوري المرتبط، عندنا مجموعتنا فيها الصعيد و6 اكتوبر والظهور ان شاء الله يوم الاحد الجاي. المباريات هتبدا يوم الاحد اللي جاي على طول. بالظبط. المباريات هتتلعب فين يا كابتن؟ على ملاعب الانديه. على ملاعب الانديه. على ملاعب الانديه الاخرى؟ عندنا مره والانديه الثانيه. يعني رايح جاي. بالظبط كده. عموما كل التوفيق يا كابتن علي، والف الف مبروك بدايه فوز مهمة جدا جدا وبطولة مهمة جدا. أنا بشكر حضرتك جدا يا كابتن علي على وجودك معانا، شكرا جزيلا. كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات النادي الأهلي سلة، زي ما بقول لحضراتكم النهاردة كرم النادي الأهلي كل اللاعبين الحقيقة، وكابتن محمود طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا كلمة الكابتن محمود الخطيب وكلمة الكابتن رؤوف عبد القادر.